ازيك يا كونر، افتكرتك ممكن تستمتع برحلة. بحب المكان ده، كل حاجة هادية ومريحة جدا، بعيد عن دوشة الدنيا. قولي، انت اكتشفت ايه؟ علاقتي انا والملازم اندرسون حساسة ومعقدة جدا، بيعاني بشكل كبير من مشاكل نفسية، اعتقد ده بيأثر على رأيه في قضية المتحولين. مفيش حاجة أهم من تحقيقك. اللي بيحصل ده مهم جدا، ما تخليش أندرسون أو أي حد يقف في طريقك. شكلك حيران يا كونر، حيران ومتلخبط. كنت فاكر إني عرفت هعمل إيه، بس اكتشفت ان الموضوع مش سهل ابدا. مسدسك كان مرفوع ناحية المتحولين في نادي ايدن. ليه ما ضربتش نار؟ مش عارف. لو تحقيقك ما وصلش لنتيجة قريب، هضطر أبدلك يا كونر. أنا متأكد إني هنجح، أنا بس محتاج شوية وقت. في حاجة هتحصل، حاجة خطيرة. بسرعة يا كونر، مفيش وقت. انت ابتديت توترني بالعملة دي يا كونر. اسف يا فندم. الدور 79. ازيك يا هانك؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ كان في حفلة ومحدش يقول لي. أيوة، الموضوع انتشر في الأخبار، عشان كده كل واحد حشر مناخيره. حتى المباحث الفيدرالية عايزة تكون جزء من الأحداث. يا دي القرف، المباحث الفيدرالية ظهرت، أنا عارف اليوم ده باين من أوله. وصلنا لإيه؟ مجموعة مكونة من 4 أندرويد كانوا عارفين المبنى كويس وكانوا منظمين جدا. بحاول أكتشف إزاي قدروا يعملوا كل ده من غير ما حد يلاحظهم. شفت السطح؟ لا طبعا، لسه هنشوف تاني. لازم نتأكد ونشوف. هاجموا 2 من حراس المكان في الطرقة، افتكروا ان الاندرويد كانوا جايين يعملوا اعمال صيانة، سيطروا عليهم قبل ما حد يعمل حاجة. انا هكلمهم. الاندرويد ما كسبوش ولا هم في ايه. واحد من موظفين القناة قدر يهرب، هو مصدوم ومش عارف امتى هنقدر نتكلم معاه. في كم واحد شغال هنا؟ 2 موظفين و3 اندرويد. المتحولين اخذوا البشر رهائن. وزاعوا رسالتهم على الهواء. بعدها هربوا عن طريق السطح. السطح؟ ايوه، نطوا بالباراشوتات. لسه بنحاول نعرف مكان هبوطهم، بس الجو صعب قوي. لو حبيت تبص على الفيديو اللي اذاعه المتحولين، هتلاقيه على الشاشة اللي هناك دي.
ملازم أندرسون هو ده العميل الخاص بيركنز من المباحث الفيدرالية. الملازم أندرسون بيحقق بالنيابة عن شرطة ديترويت. إيه ده؟ اسمي كونر، الأندرويد اللي بعتها سايبر لايف. أندرويد بيحقق مع أندرويد، ها؟ متأكد عايز أندرويد حواليك بعد كل اللي حصل؟ أياً كان المباحث الفيدرالية هتحقق وهتبعدك عن القضية. فرصة سعيدة، نهارك سعيد. خلي بالك بعد كده ما تبوظليش موقع الجريمة. أما حتة معتوه أنا مش هبعد، لو احتجتوا حاجة قولولي. طب خلينا نبص بصة، قولي لو لقيت حاجة. ماشي يا فندم. بنطالبكم تعترفوا بمكانتنا وأحلامنا وتعترفوا بكل حقوقنا. مع بعض هنقدر كلنا نعيش في سلام ونبني مستقبل أفضل للبشر والأندرويد. الرسالة دي فيها أمل لشعبنا. أنتم اديتونا الحياة وآن الأوان دلوقتي أنكم تدونا الحرية. تفتكر ده RA9؟ المتحولين بيقولوا RA9 هيحرك. الظاهر الأندرويد عنده نفس الهدف. انت شفت حاجة؟ اتحققت من الموديل والسيريال نمبر بتاعه. عايز تقول لي حاجة؟ لا ولا حاجة. هجموش على المكان. مفيش اثار للاقتحام بعنف. في كاميرا في الممر، اللي شغالين كانوا هيشوفوا اللي بيحصل. ليه هيدخلوهم؟ جايز ما بصوش على الكاميرات. حبسنا الأندرويد اللي شغالين في المحطة في المطبخ. مفيش دليل على وجود علاقة بينهم، بس معرفناش نعمل معاهم إيه. Thank you.
حدد الموديل بتاعك. نموذج جي بي 300 رقم المتسلسل 581-445-336. ايه هي وظيفتك؟ انا عامل تشغيل للبث. هل تواصلت مع اي اندرويد الفترة اللي فاتت؟ الاندرويد اللي بيشتغلوا في القناة خلال للتعامل المعتاد بحكم وظيفتي. اجراء تشخيص. كل الانظمة شغالة بكفاءة. مفيش حد دخل ذاكرتك من قريب؟ مش على حد علمي. كنت موجود لما المتحولين هجموا؟ انا مش فاكر. في حد فيكم شاف الاقتحام على كاميرات المراقبة وما عملش حاجة، وده معناه ان حد فيكم متحول، وانا بقى هعرف من فيكم المتحول. ليه كلكم تتدمروا لما واحد بس هو اللي متحول؟ انت لازم تسلم نفسك، وإلا اتنين اندرويد ملهمش اي ذنب هيتدمروا بسببك. لو انت سلمت نفسك جايز اقدر اقنع البشر انهم ما يدمروكش. انت هتتوقف عن العمل تماما، هندور في ذاكرتك وهنقطعك حتت صغيرة جدا وهتتفحص. انت هتتدمر، سامعني؟ تتدمر.
أنا متحول وأخوك. أنا بدور على روز، هي هنا؟ عايزة منها إيه؟ عاوزة أتكلم معاها. مش عايزة تتكلم، امشي. أرجوك أنا محتاجة إن أشوفها. أنا روز، هل أقدر أساعدك؟ قالوا لي إنك ممكن تساعدينا. أساعدك؟ يلا نتكلم جوه أحسن. ممكن نثق فيهم؟ ما عندناش حل تاني. ادخلي. اسمك ايه؟ أليس. دي حرارتها عالية. قضينا الكام يوم اللي فاتوا في الشارع، هي مرهقة. على فكرة في أوض فاضية فوق، حطوها في السرير وأنا هجيب لها الأكل. آدم توصلهم فوق.
كويسة يا كارا، ما ينفعش نقف عشاني، لازم نعدي الحدود. محتاجة ترتاحي، نامي كويس دلوقتي وبكرة هنكمل مشوارنا. البشر بيكرهونا ليه؟ ما غلطناش في حاجة. وجايز يكونوا خايفين، الإنسان بيخاف من اللي ما يعرفوش. ليه ما ينفعش نتكلم سوا؟ هيعرفوا إننا مش وحشين. جايز في يوم نبقى كده. أنا مش عارفة اللي بتحبيه، بس عملتلك مكرونة روز الشهيرة. أنت هتبقي كويسة بسرعة، في علاج للحمى. شكرا. هغسل الحاجات وهنشفها. لازم تاكلي اي حاجة، انتي ما كلتيش حاجة من ساعة ما مشينا. توعديني تحاولي؟ انا تحت لو احتاجتي اي حاجة. ريحي شوي ويا، وبكرة هتبقي أقوى مني. هقعد معاه شوية. ما عرفتش اسمك. أنا كارا. ده ابني آدم. أنا روس، أنت أكيد عارفاني. أقعد يا كارا. مش هتقولي لي بتعمل إيه متحولة في التلج مع بنت صغيرة؟ باباها كان بيضربها، ولما شفت اللي بيحصل في حاجة جوايا اتحركت، وفجأة حسيت إن حياتها أهم حاجة في حياتي. كان لازم إن أحميها، علشان كده هربنا. أنا فاهمة. أنت وابنك عايشين لوحدكم؟ أنا جوزي مات من سنتين فاتوا. أنا وآدم بندبر أمورنا، بنزرع خضار ونبيعه. مش هنبقى أغنية، بس دايماً في أكل موجود في البيت. فعلاً مش عارفة أشكرك إزاي. أليس ما كانتش تقدر تبات ليلة كمان برا؟ أنا بس بحاول أساعد لما يبقى في إمكاني. هو أنتي ليه بتساعديني؟ معظم البشر بيكرهوا الأندرويد. حياة نازنة كانت دايماً تعتبر رخيصة، وطبعاً شوية نجوا، بس ده لأنهم لقوا اللي يساعدهم. سمعنا إنك ساعدتي أندرويد إنهم يعدوا الحدود، تقدري تساعدينا؟ النهر هو الحل الوحيد، معظمه متجمد في الشتاء، دي مخاطرة جداً. وبعد خطاب الأندرويد في التلفزيون الكل بقى متعصب. أنا شايفة إنه غالباً أمان إنك تفضلي هنا شوية وقت. مش هينفع نفضل مستخبيين. أليس محتاجة تحس بالأمان وتعيش حياة طبيعية. إحنا لازم نعدي الحدود بأي ثمن. أرجوكي لازم تساعدينا. روز تعالي بسرعة.
ايه اللي بيحصل؟ دي ماري، الظاهر انها تعطلت. هربنا سوا، كنا بنتكلم عن احلامنا لما نوصل الجنب التاني. كنت بحبها، حبيتها اكتر من اي حاجه. هعيش ازاي من غيرها؟ خلينا نسيبهم. أليس بتعملي ايه؟ لازم تستريحي. ما كنتش نعسانة. ما فيش مشكلة، ما كانتش عايزة تفضل قاعدة في أوضتها. انت كويسة؟ أيوة كويسة. مش هنقدر نخبيهم، مش بعد اللي عملوه المتحولين دول النهاردة. ده خطر جدا. انت فاهمة ايه اللي هيحصل لو الشرطة لقيتهم هنا؟ هندخل السجن يا أمي. انت فهماني؟ السجن. آدم احنا اتناقشنا في ده. لا انا مش هتراجع المرة دي. هدمري حياتنا. وعشان ايه؟ مجموعة من الآلات. هما مش آلات، دول أحياء. انا حي، انت حية، لكن هما ولا حاجة. ما كانش حاجة من دي هتحصل لو كان بابا لسه هنا. أنا مش هقبل كلام زي ده. أنا مش هروح السجن عشان أنت عايزة تساعدي شوية مجانين. كفاية يا آدم، كده كفاية. ولا يهمك. أوقات كتير بيتعصب، حاله تبدل من موت أبوه. بس هو طيب. أنا هشوف موضوع مساعدتكم في العبور الليلة، ماشي؟ استنوا هنا، مش هتأخر. أتمنى روز ترجع بسرعة. كارا، في حاجة عاوز أقولها لك تخص أليس. مش دلوقتي يا لوثر. هو
هناك صدمة عارمة تبعت هجوم الأندرويد على برج ستراتفورد في ديترويت. سجلت الآلات رسالة فيديو وأذاعت ما لا يمكن وصفه إلا بالمطالب على الشاشات العامة للمدينة. غير واضح إن كان من الممكن تفسير الهجمات بعيوب في الصناعة أو بأنها من ترتيب تنظيم ما. حتى الآن رفضت سايبر لايف التعليق، لكن نترقب المزيد من المعلومات خلال ساعة. الشرطة! الشرطة هنا! هنعمل ايه؟ دول عارفين اننا هنا! لازم نفتح الباب! كنت عارف ان ده هيحصل! بسرعة يا لوثر، خد أريس واستخبوا! في أوضة الغسيل! يلا يا أليس. اهدى يا آدم وكل حاجة هتبقى تمام. مساء الخير، آسف على الإزعاج. بلغتنا تقارير عن وجود أندرويد في المنطقة. مع مشاكل المتحولين حالياً خلوا بالكم. ممكن أسألكم شوية أسئلة؟ أقدر أدخل؟ بالتأكيد. مساء الخير. مساء الخير. تحب تشرب فنجان قهوة؟ دي حاجة كويسة. ما لاحظتيش أي حاجة غريبة الفترة الأخيرة؟ يعني أي زوار مش متوقعين؟ لا، ما فيش حاجة محددة. ما فيش حد تاني في البيت؟ لا لا، إحنا بس. عندكم أي أندرويد هنا؟ لا، ما فيش أندرويد هنا. ايه قصة الدم الأزرق؟ أنا افتكرت إن ما عندكوش أندرويد. ده بتاع المستأجر اللي كان هنا. أصلي لسه ما نظفتش. شكرا. اسمك ايه يا حبيبي؟ آدم. أنا اسمي آدم. هل كله تمام يا آدم؟ الأندرويد هو محتاج يرتاح، أصله كان شغال في الجنينة طول اليوم.
بتعرف أي حاجة عن المتحولين؟ شفت حد منهم؟ لأ لأ، أنا ما شفتش أي حاجة. الأحسن أمشي. شكراً على القهوة. عيشوا حياتكم. في حد تاني في البيت؟ لا ولا حاجة، دي الغسالة. أصلها موديل قديم وبتعمل دوشة. آسف على الإزعاج. ليلتك جميلة. وأنت يا آدم. ده مشي. ما تخافيش يا أليس، احنا في أمان. دي روز. يلا جهزوا نفسكم، هنمشي الليلة.